الرحيم 30/4/2013 درعا كتيبة الخضر أبطال الجيش الحر تابع للواء المعتز بالله يقومون بتحرير كتيبة الخضر كتيبة الصواريخ المتواجدة بين عتمان وداعل والله محيي الجيش الحر. هذه الدبابات التي تم تدبيرها بالأمس أثناء اقتحام كتيبة أو قاعدة الصواريخ في تل خضر. الله أكبر. هاي دباباتك يا بشار. هذا هو مصير كل دبابة سوف توجه إلى صدور الشعب السوري الحر. تكبير الله.